أمي يا صلي أمي. صلي على النبي، صلي على النبي. يا أمي يا رب هون عليها وقومها بالسلامة يا رب. يا أمي سميحة خانم بدي عزبة، سخني لي شوية ماء. يا على عيني أمي. سميحة خانم شو بكي تقوليني؟ نادي لي الرويضة خانم. بدك يا أمي شو بدك بالرويضة خانم؟ يا أمي ناديلا ناديلا مشان الله. يلا يلا رح ناديلا. صلي على النبي. يلا ان شاء الله ان شاء الله. فرجي فرجي. فوتي سميحة فوتي. شو فايق؟ ايه والله ان شاء الله ولدت نبيها. شغول بالك عليها؟ الله يسامحها وأيما بالسلامة. رويدة نبيها طاب تشوفك ضروري. وشو بدها مني؟ ما بعرف بس قال لازم تشوفك ضروري. ما بدي شوفها رويدة. المخلوقة ولادة، مثل ما بتعرفي الولادة بضل مفتوح قبرها 40 يوم. يعني والله إذا لا سمح الله صار لها شيء وأنتي ما عرفتي شو كان بدها منك، والله ما رح تسامحي حالك طول حياتك. الله يوفقك، قومي معي. أنا بدي برز انتي. أوه يا رويضة خانم يا سميحة خانم. من شو؟ لا يا أمي، لا يا أمي، هلأ وقته. ما حدا بيعرف شو بصير معه. ماني ضامني عمري يا أمي. وحدي الله نبيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. احكي نبيها شو في؟ لمعلم وضح. أخي بعهد الله يا جماعة. شو هالحكي؟ يو؟ اوكي مثل ما سمعتوا. وهذا هي اللي ببطني؟ وهذا الولد اللي ببطني مو ابنه. وضح بيعرف هالشي؟ هو بيعرف هالشي. نبيها انت عرفانه شو عم تحكي؟ ايه عارفه. سامحيني يا رويضة خانم. لك انا اللي ببطنك ابن مين؟ هذا الولد. يا مو احكي لهم القصه. يا مو احكي يوم. شو القصه نوري؟ احكي. حسبي الله ونعم الوكيل. القصه يا جماعه ظلمتك يا بطاح، ظلمتك يا عمري. أنا الحق علي، كان لازم أعرف الحقيقة لحالي. مبينة من ساعة يلي جابها وإجا، باين إنه فيها إنا. أنا كم مرة فهمتك وقلت لك لا تجيبي سيرة لحدا. وحدي كان ضروري تفضحي حالك وتقولي الحقيقة. لك آخ يا أمي، لك كتر خير من الجماعة فوق ما ستروا علي وقوموني ببيتهم يا أمي. كمان بدي ألزق لهم ولد مو ابنهم. لك ابني ابن حرام يا أمو. آه عاش بالعز والجهل. مو أحسن ما يربى بلا أهل والرايح والجاي يده ويقول له يا ابن الحرام. بكره اذا اجى المعلم وضح من العسكريه شو بدنا نقول له؟ لك ابن هو ليجي وضح يفرجها الله. لك امي اللي عم يروح على العسكريه بهالايام لك ما عم يرجع. لا يا امو لا بعيد الشر يا امي، الله يرجعه لاهله وحرمته بخير وسلامه. يا طول عمرك راسك يا ابو. لك يا امو بكره اذا عملت مثل ما بدك، كيف بدي اقابل ربي اذا عملت مثل ما بدك ومتت يا امي؟ الله لا يوفقك يا ام نوري. يا امي لك ما جزاء الاحسان الا الاحسان. هيك يا ام نوري هيك بتعملي معنا؟ هي جزاتنا بعد كل شيء سويناه معكم؟ لك يا عم شو ما عليكي؟ خير يا بنتي شوفي؟ شوفي؟
لك شو كنتي عم تقولي لبنتك؟ لك أنا سمعت كل كلمة عم تقوليها، بس ماشي، بس ليرجعوا أهلي رح أحكي لهم على كل شي صار مشان يعرفوكي على حقيقتك. والله يا بنتي أنا مو قصدي، أنا كل همي استر على بنتي وعلى هالولد اللي جاي. مو قصدك ما؟ لك عم تتمني أخي ما يرجع وبدك تلزقينا ابن؟ استغفر الله العظيم. هلأ مو وقتها يا أموري، بعدين بنحكي، لشوف رويدة التانية عم تتوجع. سميحة ماما شو بكي؟ انتو فضلين علينا. هلأ مو وقتها، انتي هاد شغلي بالك. انبسطتي هلأ يا عمي؟ انبسطتي يا عمي؟ أنا كل همي ابنك ما يعيش بالسن بين الناس. ابعت ورا الداهي ديبي. ماما يا الله ما بده شيء بالداهي ديبي. اللهم صل على النبي، ما شاء الله حولك حولك. شو بها رويدة؟ والله ما بعرف، يمكن عم تخلف وما في حدا يجيب الداية ديبة. معقولة تعذبوا الداية ديبة وأنا موجودة؟ شو خلفت نبيها؟ إيه الحمد لله، وجاب الصبي. إيه الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك، عبال عندك وعند رويدة خانة. يا الله، يا ريتني قلت لرجدي ابن خالي نام عنا بالمضافة اليوم، كان راح معي. لا تخافي تقبريني، هلأ بس لف الولد بروح لعند رويدة خانة وبشوفها. طيب يلا عجيلك شوي. ايه يلا يا خيل عيني، سخني لي شوية مي من هون لنلبس الولد. يلا. يا رب بجاه هالأذان يا رب، تهون على رويدة وتقومها بالسلامة يا رب. يا كرنيبة، فوق ما سترنا على بنتك وحويناها ببيتنا هيك بتعملي؟ بسيطة، الصباح رقع، والله لقلعك تقليعة الكلاب. صبي، الله صلي على النبي، ايه مثل فلقة القمر. الحمد لله، اعطيني اياه خليني بوسه. تقبر قلبي ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك، ان شاء الله الف مبروك. الله يسلمك. رح روح اتوضى مشان اصلي الصبح. يلا روحي صلي وارجعي لهون، وانا كمان بدي اتوضى وصلي. بدك تصلي يا كرنيبة؟ لك الله يصطفل فيكي. رح بدلن بصير ابن بنتك ابنه لوضاح، وبيعيش بالعز والشهر، على القليلة ما حدا بيعيره بيقول له يا ابن الحرام. بنتي نخيلك سميحة خانة، شو سميحة خانة؟ لك والله ما بدي
يلا لبرا. والله ما بدلتهم، والله ما بدلتهم. هل احنا بنشوفي بنتك؟ ما بدلتهم. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. يخرب بيت على هالعملة. الحمد لله اللي شفتها لهالكرنيبة وهي عم تبدلهم. الله لا يوفقها. لأرجع رجع الأولاد مثل ما كانوا. يوه، تنتين خلفوا؟ اي والله تنتين خلفوا. يلا تقبريني الحمد لله على سلامتهم يا رب، وإن شاء الله عبال عندك. الله يسلمك يا رب. تعرفي كان قلبي ناقزني إنه التنتين بدهم يخلفوا، وبشان هيك كان جاي على بالي نام عندكم، بس يلا مشي الحال، الحمد لله اللي قاموا بالسلامة. الله يسلمك يا رب. دخلك شو جابوا؟ اثنيناتهم جابوا صبيان. يو خزيت العين وما شاء الله، الله بصلي على النبي. وانت تقبريني شو عم تساوي؟ والله عم ساوي سفرة الخلاص. يبعث لي حمى عليكي، لحالك ما حدا عم يساعدك؟ لا امبلا، هلا كانت ديبة عندي، بس بعتها تعزم نسوان الحارة على سفرة الخلاص. طيب تقبريني، أنا حأطلع اطمن عليهم وبرجع بساعدك. يا مو سميحة، لا تنسي تكتري البيض والثوم. ايه؟ ايه ماشي خالتي. يلا تقبريني. ما بدي اوصيكي رويدة ونبيها أمانة برقبتك. لا تخافي تقبريني، أنا وديبة ما رح نتركهم يجوا أهلك من الحج. شلون شفتي ليان هن أولادهم اليوم؟ آه يا خالتي، والله نبيها تعبانة كتير، وابن رويدة ولي على اسمي ما عم يرضى يرضى عنه. بدي أقول لخالك أبو صفوان يجي يشوفهم ويحكمهم. إيه مشان الله يا خالتي، رويدة وابنها أمانة برقبتكم ها؟ تقبريني ما يكلها فكرة، مو بس رويدة وابنها، كمان نبيها وابنها إن شاء الله ما بنقصر معهم. خالتي بدي وصيكي وصيه. خير تقبريني، شو هي الوصيه؟ منوري امها لنبيها، ما بتخليها تفوت بيتنا بالمره. يا تقبروني على هالسمعه، وحده بتجي تشق على بنتها، شو بقول لها انا؟ هاتي شو قلعيها. لك شو قلها؟ ليش شو في بينك وبينها؟ لقطت امبارح وهي عم تبدل الاولاد. يا وليش لحتى تبدلهم؟ لانه ابن نبيها ما له ابن وضاح. استغفر الله العظيم، تقبريني ما بجوز هالحكي وتحطي المخلوقه بزمتك. مهما كان هي بتضل مرت اخوكي، انت كمان عنيه سفر. يلا يا سميحه، هلا عمك ابو خيره بيطلع خلقه. يلا مرت عمي جايه جايه. خالتي نبيها ما له مرت وضاح وابنها ما له ابن وضاح. قولي لرويده وهي بتحكي لك القصه من اولها. يلا دعوا لنا يا جماعه، تحكي خالتي تحكي لي، دعوا لنا. روحوا تجوا بالسلام. وابني يا امتي ما عم يرضى يرضى ابنه، وحسيته سخنان. دخيلك شوفي لي اياه. هات شوفي. بسم الله عليك وعلى بدنك. سافرت سميحة؟ ايه تقبريني سافر كلهم، الله يسر لهم. الله يعين اختي ام وضاح، بكره بتيجي من الحج ما بتلاقي حدا من اولادها، الله يصبرها. امين. عمتي سميحة قالت لي انه ابن نبيها مانو ابن وضاح، وقالت لي انه رويدة بتحكي لك كل القصة. بقى شو قصة نبيها؟ الله يعين نبيها يا عمتي ويقومها بالسلامة. نبيها مظلومة يا عمتي. ابني وين ابني؟ هاتوا لي ابني. يا لطيف، الله يستر علينا وعلى كل الحريمات. يعني مشان هيك ابن اختي وضح تزوج ما؟ ايه يقبر قلبي ان شاء الله، قديش ظلمته. لي على قامتي هالولد مثل النار، ما طلع صوته من ساعة ما اجيت لعندكم. والله ما بعرف يا عمتي، وانا كمان لهلأ ما سمعت صوته، ومانو رضيان يرضع بنوب. دخيلك يا عمتي شوفي لي شو قصته. على قامتي ان شاء الله، هلأ بس يجي عمك ابو لطفي بخليه يجيب معه ابو صفوان مشان يشوفه ويشوف نبيها. ضلك يا رويدة كتر خيرها. أمي وين راحت؟ يا حبيبتي والله ما بعرف وينها. آه يا مؤليلي بشو حاسة؟ شو عم يوجعك؟ راسي يا خالتي راسي، ما عم بقدر فتح عيوني، بدني كله عم يوجعني.
يبعث لي حمى جبينك مثل النار قالب. هلا بقول لعمك ابو لطفي يجيب حكيم معه. وين رويدة خانو؟ نادي لا تجي. يا مرويدة ما بصير تطلع بأوضتها. كرمال الله يا خالتي خليها تجي لهون. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر. يلا وصلنا وصلنا. طولي بالك تقبرين. يلا خير يا نبيها. كملوا معروفكم معي يا رويدة خانو. شو بدك؟ ابني ابني يا رويدة خانو، أماني بين إيديكي، ديري بالك علي. وحدي الله نبيها، وحدي الله. إن شاء الله بيربى بحضنك وبين إيديكي. ما بظن، أنا أيامي قربت تخلص. نبيها نبيها، فوتي فوتي لجوا، فوتي فوتي. الله يعافيك يا نبيها بحسنة هالطفل بجاه الحبيب المصطفى.